يا محمد يا فراش، تحت امرك حضرة المدير. عملت كم من بيع نتيجة يا محمد يا فراش النهاردة؟ مفيش حد لسه جه تاني يا مدير، ما عملتش حاجة. ايه النحسة يا فراش؟ بس همتك معايا كده النهاردة، عايز اجيب لي الواد اكس بوكس وانا مروح. ان شاء الله يا مدير مش تقلق. اكس بوكس ايه؟ هو انا مش هاخد حاجة من الفلوس دي. بتبرطم بتقول يا فراش؟ ما ببرطمش يا مدير. طب تعالى يا فراش لف يا لف يا بواب. ايوه يا اسطى. معاك يا اسطى. عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله يا اسطى. انت عامل ايه يا اسطى؟ تمام قوي يا اسطى. عايز اطلب منك طلب بقى يا اسطى. اطلب يا اسطى. هات لي نتيجتي معاك بقى يا اسطى وانت جاي يا اسطى. عينيا يا اسطى. مع الف سلامه يا اسطى. مع الف سلامه يا اسطى. يا محمد يا محمد انت يا محمد يا ابني عايز ايه؟ عايز نتيجتي يا عم محمد ونتيجه القناص. طب هات 20 جنيه. ماشي يا عم محمد اتفضل اهم. هات يا حبيبي. ايه ده الله يخرب بيتك انت والقناص ساقطين. خد هات يا عم محمد. يا حزن عليا انا ساقط. الله يخرب بيتك يا عم محمد. اوه عيال فاشله. ايوه يا اسطى. ايوه يا اسطى. عملت ايه يا اسطى؟ جبت النتيجه يا اسطى؟ جبتها يا اسطى. وانت جايب ملحقين ولا جايب ملحق؟ ملحقين. غور يا اخي احرق قلبك، انا مش عايز اعرفك تاني يا اسطى. ولا انا يا اسطى. غور في داهيه. يا حضرة المدير يا حضرة المدير. فين يا محمد يا فراش؟ جبت لك 20 جنيه تانيين. 20 جنيه يا ما انت كريم يا رب. طب هات. اجيب؟ خد يا مدير. هات يا بواب. هات. روح يا بعيدي لا يتسروا منك. ملحقين اقول ابويا ايه دلوقتي؟ نهار هيكون اسود النهارده. جايب ملحقين. جايب ملحقين. لما اروح اقول لباباهم بسرعه. يا ابن الايه انت بتضربني؟ يالا نهارك اسود النهارده، بدك تخسرني الجيم. يا بابا يا بابا يا بابا. ايه يا كوكي يا حبيبي عايز ايه؟ خلص اخويا يا بابا. جايب ملحقين. ملحقين؟ عرفت منين يا كوكي يا حبيبي؟ انا لسه سامعه بوداني دي وصاحبه بقول. يا نهار ابيض ادهولي. يلا بسرعه يلا يلا بسرعه. حاضر يا بابا. عامل ايه انا دلوقتي يا ولا؟ انا جايب ملحقين وابويا لو عارف هيخلي نهاري ابيض. يا قناصه قناصه قناصه. ايه يلا عايز ايه؟ بوك عايزه. عايزني؟ عايزني في ايه يا كريم يا حبيبي؟ معرفش الصراحه، هو قال لي عايز القناص. روح يا رب يكون خير. خلاص ماشي انا جاي له اهو يا كريم يا حبيبي. اه يا ابن الكل جايب لي ملحقين. يا خسرت الدروس اللي دفعتها في الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم يا بابا. عايز ايه؟ انت جايب ملحقين يلا ما تقوليش. عرفت من فين يا بابا؟ يعني الكلام حقيقي؟ لا يا بابا لا مش حقيقي. يعني الملحق وكمان كذاب؟ طب تعالى هنا يا روح امك. لا 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 ل